تعالوا نشوف الـ derivatives أو الـ differentiation اللي هو التفاضل. كل دي rules، الرولز دي طبعا أنت المفروض تبقى تكون عارفها عشان تعرف الـ application، يعني من غيرها مش هتعرف الـ application. من أول بقى الـ economic and statistical applications هي دي اللي احنا عاوزينها بقى، الـ marginal analysis طبعا، سواء marginal cost أو marginal revenue أو marginal profit، ده كل ده مطلوب. وبعدين اعوض عن الاكس باي رقم بعد كده، تمام. ازاي نجيب الافريج كوست؟ كل ده معانا برضو. marginal profit، تمام. ازاي اجيب بقى الماكسيمم اند مينيمم؟ برضو هناخدها في الابليكيشن برضو. لا ده كده ده بيور ماس لسه. هنخش بقى هنا في الابليكيشنز بتاعه الماكسيمم اور مينيمم، تمام. طبعا لما يكون هنا مساله في ماكسمايز للبروفيت دي مطلوبه طبعا، والماكسمايز للريفينيو طبعا مطلوبه برضو. جميلة المسألة برضو دي، ان احنا نجيب المارجنال كوست از مينيمم والافريج كوست